كما أن الواجب على المرأة أن تتجنب الطيب القوي الرائحة الذي يشمه من كان حولها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. والبخور من أزهد الأطياب وأقلها شأنا، ومع ذلك منعها من شهود المسجد لأجل هذا البخور. فما بالك بمن تتطيب بأطيب الأطياب وتخرج إلى السوق ولا تبالي. هذا أعني خروج المرأة متطيبة من الأمور المحرمة التي يجب عليها أن تتقي الله عز وجل في نفسها. وإذا كانت تريد أن تتطيب لزوجها كما تدعي فلتبقى في بيتها. وإن على المرأة أن تعرف قدر نفسها وأنها امرأة محترمة معظمة، لا يوجد احترام ولا تعظيم أشد من احترام وتعظيم الإسلام لها. وبماذا يكون احترامها وتعظيمها؟ أيكون بأن تخرج إلى الأسواق كما شاءت وعلى أي وجه شاءت، أو أن تبقى في بيتها تخدم زوجها وتراعي أولادها وتقوم بحوائج البيت؟ الثاني أو الأول؟ الثاني بلا شك. هذه وظيفة المرأة. إن من النساء اليوم من تخرج إلى أسواق وكأنها رجل، تجدها تمشي مشية القوة والضرب على القدم ولا تبالي، ثم ترجع إلى البيت إلى بيت زوجها وكأنها مع زوجها ند له، يعني مساوية له. أين التمتع بالزوجة إذا كانت تعتقد نفسها مساوية لك؟ إن الإنسان لا يمكن أن يتمتع ويتلذذ بها وهي على هذه الحال. فلتكن المرأة امرأة حقا كما يليق بها.